السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني من اخر فيديو قدمته. بحبكم في الله وبشكركم جدا جدا. بشكر الناس اللي مشتركة معايا من زمان، وبشكر الناس اللي بتشترك جديد، وبدعي لكم في كل وقت وكل اذان وكل صلاة. ربنا يحميكم ويحفظكم ويخليكم ويبارك فيكم ويصلح حالكم يا رب. ربنا يا رب كده يخلي اولادكم ويرزقكم الخير والهنا والسعد والفرح، ويا رب يكبر بخاطركم يا رب زي ما بتكبر بخاطري، والف الف شكر. والله بجد بحبكم وبجد بشكركم. ربنا يشفي كل مريض فيكم، يبعد عنه المرض يا رب، وما يشوف المرض في حياته تاني، ويا رب يرزق كل محتاج الذرية الصالحة بالولاد والبنات يا رب كده، اللي يفرحوه ويسعدوه ويملى البيت حواليه. ويا رب يرزق كل البنات يا رب كده، يا رب كل البنات اللي محتاجة الزوج الصالح يا رب يرزقها كده بالزوج الصالح اللي يسعد قلبها ويفرحها يا رب. يا رب كده يا رب يا رب ينصر فلسطين، وينصر كل بلاد المسلمين، وينصر السودان يا رب. يا رب ينصر كل بلاد المسلمين. تعمل ايه يا ام داليا النهارده؟ الاول صلوا بينا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. النهارده بقى كنت رحت شفت ابن اخويا، كان جاي من السفر، يعني كان في الامارات بقاله سنه وكان جاي. فطبعا اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد. خدت معايا ايه؟ خدت معايا الاربع بطات اللي البطه كانت مطلعهم لي الصغيرين دول، وعشان مرته لما جت عندي ديك النهار كانت بتقول انا عايز ايه يا رب، يعني بط مكسر وكده. فانا خدت لها الاربع بطات دول، وخدت لها اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد جزازتين زيت واتنين كيلو رز. احنا هنا بنعمل كده لما كنا رايحين نشوف حد عيان او حد جاي من السفر او كده، بناخد معانا ايه حاجات. ابن اخويا بقى قال لي ايه يا عم، ده انا فكرتك جايبه لنا بطه نذبحها ومحشي، عايز اكل. هو جاي من السفر يعني، فقال لي انا عايز اكل محشي وبط. قلت له خلاص يا حبيبي تعالى وانا هعمل لك ايه المحشي والبط. فكان ايه، كان الكلام ده قرب المغرب. انا كنت باجي انا هروح السوق، السوق عندنا بتبقى يوم الجمعه يعني كده تي اخر النهار. رحت رايحه المغرب، فرحت جايبه الكرومبتين دول بكام؟ انا عارفه انك مش هتصدقوا، اقسم بالله اقسم بالله العظيم، جايبه الثلاثه ب 30 جنيه، جايبه الواحده ب 10 جنيه، اقسم بالله العظيم وربنا شاهد عليا، جايبه الثلاث كرومبات ب 30 جنيه. انا عارفه ان الكرومب غالي والكرومب الواحده ب 45 جنيه وكده، بس دول سافرين شويه. وبعدين الراجل خلاص كان هيمشي، راجل فلاح يعني كده تي، كان هيمشي وجايب ايه وهي يعني يصفروا منه وكده يعني طول النهار قاعد بيه. وانا رحت ايه بعد المغرب، فرحت جايبه الثلاثه ب 30 جنيه. جبت الفاصوليا بكام؟ جبت الفاصوليا دول ب 20 جنيه، يعني هم كانوا معلوا لي برضك في الاخر كده. قلت لها هتجيبهم ب 20، مش عارفه طبعا انا بفاصل يعني ايه. قالت لي لا ده انا الكيلو ب 20، مش عارفه. قلت لها هما بقى ان يطلع بين كيلو وربع ولا كده، قلت هحطهم ايه في الفريزر، حطهم ب 20 جنيه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد، اقسم بالله ما بكذب ولا في كلمه. رحت جايبه ايه البدنجال برضو 3 ب 10، وشطوا الخضره اللي انتوا شايفينهم دول جبتهم ب 5 جنيه. طبعا دي كان بعد المغرب يعني خلاص الناس خلصت وماشي. جبت بقى المنظفات بتاعتي، ان الناس بتقول ايه المنظفات المنظفات دول، الثلاثة كيلو صابون ب 10 جنيه. انا المره اللي فاتت كنت بجيب من واحد على طول بيبيع الثلاثة ب 10، المره اللي فاتت لقيته بيبيع الخمسة ب 20، يعني الاثنين كيلو ونص ب 10. فانا رحت مغيره ودورت على واحد تاني، طبعا انا بسال وبدور، مش بجيب كده وخلاص زي الناس، لا انا بشوف مين اللي بيجيب رخيص ومين كده. رحت رايحه لواحد تاني فجبت منه الثلاثة ب 10 زي ما انتم شايفين، الثلاثة كيلو صابون ب 10، وجبت ب 7 جنيه سلك، وجبت الشاور جيل دي بدل الصابون اللي احنا بنستحمى بيه وكده، تي بجيب دي للعيال ايه يستحموا بيه، يعني ما بجيبش بقى الصابونه الغاليه ومش عارفه ايه، بروح جايبه دي ب 7 جنيه كيلو اللي هو الشاور الجل ده. على فكره المنظفات فيها انواع كتيره على فكره، يعني كل حاجه فيها الرخيص وفيها الغالي، بس انت دوري على حاجه رخيصه. انت ده مريحه ومعاك فلوس على جدك وهتجيبي حاجات رخيصه، طبعا انت هتلاقي والله العظيم حاجات رخيصه كتيره، بس يا قولي ايه يعني ادنيتك كده ان انت هتجيبي حاجات على قد الفلوس اللي معاكي دي، والله ربنا يكرمك وهتكفيك وتفيق. فرحت جايبه زي ما بقول لك كده، اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد، جبت شاور جل ب 7 جنيه، وجبت السلك، وجبت يعني الحاجات انتوا شايفينها دي المنظفات، بتكفيني الاسبوع وتفيد. كمان كيس الرابس ده انا هخليه يكفيني ايه طبعا الغسيل، انا بغسل مثلا كل سبت او كل حد، المهم بغسل ايه يوم في الاسبوع كده او كل جمعه، المهم عشان المدارس وكده دي، المهم ماليش يعني يوم محدد في الغسيل، فبغسل بيه مره، بلم الغسيل وبغسل بيه مره. فرحت جايبه الثلاثة كيلو خيار دول ب 10 جنيه، شايفينه خيار مكسر، هو صغير وحلو وكل حاجه بس مكسر كده زي ما انتوا شايفين، جايبه منه الثلاثة ب 10. طبعا انت امشي على قدك، ما تكش جاب حد، اسالي في السوق وامشي على جدك كده تي، وشوف السوق بتاعكم بيرخص امتى،
وامشي على جدك وروحي واسأل، يعني ما تجيبيش وخلاص، مش اللي يقول لك مثلا الخيار مش عارفة بكام تجيبي، لا طبعا انا بلف واجيب الحاجة اللي على جد فلوس. شايفين الخيار ده انا جايبه 3 كيلو، هم دول 3 كيلو، قلت بقى نعمل منهم سلطة، طبعا ابن اخويا ببينة نعمل منهم سلطة، نعمل منهم حاجة. فالمهم ان انا جبته مام، جبت 3 كيلو، جبت بردك كمان بلح رفيع كده تي الكيلو ب10 جنيه، اللي جيت مع الناس بردك بردك اخر النهار كده كانت طيبه بردك منهم كده تي البلح رفيع، جبت منها الكيلو ب10 جنيه، وجبت عنب فرط بردك هوريه لكم دلوقتي اهوتي ب10 جنيه. يعني ما تكش دعوه بكلام الناس، وامشي امشي زي ما بقول لك، والناس اللي بقول لك الحاجات لا، في حاجات رخيصه لحد الوقت، في حاجات على قد الايد لحد الوقت، روحي دوري وروحي اسالي واعمل اللي انا بقول لك عليه ده هوتي وروحي اسالي. طبعا الخيار ده احنا هنعمل بوز، طبعا انا نشفه هغسله كده تي وانشف واحطه في المصفى لحد ما ينشف، واروح ايه البوز ده اروح قطعها واخليها للوز بتاعي، واخليه بقى نعمل منه سلطه، نعمل منه مخلل، نعمل 3 كيلو ما شاء الله، وغير العيال ما كلوا منه كمان، يعني اول ما باجي العيال بيقعد يقطع فوق ياكلوا منه ما شاء الله. بصي قد ايه 3 كيلو ما شاء الله مليين الدنيا. هنا البلح اوريلك اهو، بلحه مستويه شويه ورفيعه كده، الكيلو منها ب10 جنيه. انت اسال هتلاقي الحاجات دي في السوق، الناس اللي بتقول لي الحاجات دي هتلاقيها، اسال هتلاقي في السوق على فكره، هتلاقي الحاجات. انت لو رايحه والله نيتك تجيبي حاجات على قد فلوسك، ونيتك تعمري كده وتملى بيت الخير باللي معاك هتلاقي. بصوا شايفين دي مش بلح سيوزة، دي بلح رفيع كده دي، هجربها لكم برده شويه وهتشوفوها. اللي جيت منها الكيلو ب10 جنيه زي ما انتوا شايفين كده دي، بس دي ما هتقعدش، البلحه دي لازم تتاكل على طول ما هتقعدش. فانا قلت هغسلها برده غسله حلوه كده واحطها في مصفى العيال ياكلوا منها. وبرده جبت العنب المفروض برده على قد فلوسك، ما تبصيش بقى وتقولي لا ده انا معيش الا 200 جنيه ما اروحش السوق، معلش انا مش عارفه ايه، ما اقدرش اعزم حد معيش فلوس، لا ادي احنا بصي جبنا كل الحاجات اهو. وجبت كمان السبانخ في الاول كده، جبت الثلاثه اللي انت شفتهم دول ب5 جنيه، طبعا اخر النهار والسبانخ مرمطت منهم وخلاص. هي في ناس بترميها والله، في ناس بترميها، يعني انت كمان لو استنيت شويه تروح تلاقي ناس كتير رميها، خدي بالك يعني. فجبتهم الثلاثة ب5 جنيه، يعني بتستغربوا كل ما تروحوا متاخر كل ما الناس بتزهق من حاجه وترميها، اصل كده كده هتبوظ، كده كده هيشيل بقى يدفع اجره تاني عليها رايح جاي، طبعا مش هيدفع بقى هو هياخدها معاها هيدفع اجره، فبيروح رميها وبيريح دماغه. اهو البلح اهي دي جايبها ب10 جنيه، مالا دي زي العسل، العيال هياكلوها دلوقتي، دي ما تقعدش بس العيال هياكلوها دلوقتي، ولو كمان تقدر تحطها في الفريزر دي كمان تعملي منها جرس طريه كده، يا سلام والله العظيم يا سلام، تلم المستويه كده على طول اول ما تجيبيها. بص بكب العنب قدامكم اهو لسه جايب حاله بمحتلو اهو ما شاء الله، الله اكبر. بصي والله العظيم عنب حلو، بس هو فرط، هو فرط عشان كده هم مرخصين. اللي الصبح كان بيقول لك العنب ب35 جنيه، مش عارفه العنب بكام، ده فرط. واخر النهار كان بعد المغرب، انا كنت جايه من عندهم بعد المغرب، كنت هروح اجيب بقى الطلبات ايه، عشان هو لما قال لي ايه يا عم ده انا فكرت جايبه لنا بطه نعمل عليها محشي، بس عاوز ايه اكل بطه ومحشي. وبعدين هي مرت اخويا كانت جايله لي على البط الصغير دي لما جت عندي، فقلت لا بقى انا هدي لها البط الصغير، ما اعرفش بقى. قلت خلاص يا حبيبي ايه انا هعزمك يعني على بكره، تعالى وهعمل لك اللي انت عايزه. رحت جايبه بقى ايه، هذبح طبعا بطه من اللي عندي عشان هو عايز ياكل بط، هذبح بطة، انا عارفه ان هم لسه صغيرين وكده، بس احنا بنجيب البط والطيور ده عشان خاطر الظروف اللي زي دي، حد جه غريب على عندك على غفله حد كده، انت بتجيبي الطيره وتربيها، احنا اللي زينا الفلاحين لازم بتبقى عندنا طيور نربيها للضيف اللي يجي على غفله، اي ضيف يجي تروحي ذبحه وتروحي ايه مطيبه وعامله. ما انا عارفه ان هم لسه صغيرين شويه، بس قلت ايه يعني هذبح منهم وكده. والوزتين انا مش عايزه اذبحهم عشان ايه، عايزاهم يخرجوا لي يعني ويملوا البيت خير وكده. والتلات بطات بردك دوكا ما هم بيخرجوا، اي نعم مش بيطلعوا كتير، هي طلعت 4 وطلعت 3 تانية، هي كده طلعوا 7، هما الاتنين راكدين على البيض يعني مش واحد كده، هما طلعوا 7، طلعوا 4 وطلعوا 3 تانية لسه يعني ما كلوش لسه، واليوم ليهم النهارده يعني، هما كانوا ما طلعهمش ورا بعض حتى يعني، طلعوا اللي انا وريته لكم في الفيديو اللي فات ده هوتي، وكبروا سنه كده وطلعتهم، وبين البيض معرفش بقى ما طلعش ورا بعض ليه، معرفش اللي حصل، المهم ان هم طلعوا كده. فالمهم اللي انا عندي 3 بطاطس صغنطتين خالص دول همتي، والحمد لله. ابص العنب والله فرته زي العسل اهو، ما فيهوش اي، ماله ده، ماله ده بدل ما نجيبها ب35 جنيه ماله ده،
وجايبه الطماطم مستويه هوريها لك اهي برضو ب10 جنيه. والله العظيم وحياه ربنا زي ما بقول لك ما بكدب في كلمه. ولو انتوا جنبية كمان، انا ساعات بتبقى عايزه اصور بس الناس ما بترضاش على فكره، ساعات كده انا ساعات بصور لكم وانتوا بتشوفوا ان انا ساعات بصور لكم السعر، بس ساعات الناس ما بترضاش يعني بيخافوا كده. ابص الطماطم مستويه اهي ب10 جنيه برضو اهي، قلت اجيب بيش والطماطم طيبين كده عشان خاطر ايه المحشي. طبعا المحشي بيحب الطماطم كتير وبيحب ايه، انا مش راضي اعمل المحشي دي من زمان عشان غال، بس هي جت صدفه معايا كده. انا قلت هروح اخر النهار كده بعد المغرب، لقيت حاجات ايه غاليه، لقيت حاجات رخيصه مش مشكله، بس انا هجيب ايه واعمله. المهم هوريكم بقى الهدوم اللي جابها لي هي. طبعا انا لما رحت شفته كان جايب لي 3 عبايات ما شاء الله، واحده مفتوحه ولا 2 مفتوحين، هتشوفوا دي مفتوحه، هي مفتوحه يعني من قدام خالص كده، مش عارفه تسد، بس ما لقيتهاش فيها كباسين ولا حاجه، مش عارفه تسد ولا دي. هو بيقول لي الهدوم هناك هو جايبها من الامارات، بيقول لي دي نظام الامارات هناك يعني مش هي مش مصريه وكده. فمفتوحه زي ما انتم شايفين كده، انا عماله ادور عليها على، طبعا احنا لسه شايفينهم، انا شفتهم هناك ولسه هنا شايفينهم ايه ومعاكم اهو. وداليا كمان لسه بتشوفهم اهي، بنفتحها عمال ندور على كباسين ولا حاجه تسد، هي ما فيهاش كباسين اهي دي. وهم جايب لي 3 عبايات وباين 4 طرح، كل طرحه لها عبايه، وفي طرحه تاني باين ملهاش عبايه يعني. بص دي العبايه التانيه اهي، دي مش مفتوحه بس واسعه واسعه، دي عبايه اهي مش مفتوحه بس بصي كميه واسع فيها. داليا بتمسكها اهي واسعه اهي، بيقول لي هي نظام هناك كده يا عم، انا جبتها هي نظام شافي ده، هي اصلا لما تتكسر عايزه تشتري كل البتاع دي، مش عارفه جايه اوديها لوليا تعمل ايه فيها. وهوريكي برضك العبايه الثالثه، اكون مقصير كده انا مش عارفه العبايات دي نظام ايه، بس والله كويس ان هو جاب وافتكرني، ربنا يخليك يا احمد يا رب يا ابن اخويا. ديت الطرحه بتاعت العبايه اللي انا لسه هوريها لكم، وفي الاثنين التانيين برضك لهم طرح، وفي طرح زياد هو عطاهم لي هناك وحطهم لي في الشنطه دي، وقال لي خد يا عم، عشان يعني بقاله سنة في الامارات وكده وجاي بقى ايه يشوفني. اهي دي اهي، بس عباية برضو غريبة كده كمها قصير وهي قصيرة كده، بيقول لي برضو هي نظامك. داليا بتقول لي بتتلبس باين فوق عباية فوق مش عارفين، المهم اهي شايفين اهي. والطرحة بتاعتها برضو هي عباية عادية بس كمها اهي بتبقى قصير كده، هي النظام بقى الله اعلم النظام بتاع الامارات كده ولا ايه مش عارف. اهي المهم ايه، احمد ربنا وقولي الحمد لله، والله العظيم اللي معاك هيكفيك ويفيد. طبعا داليا مرمطتها من الارض، شو الارض تراب، مع ان احنا جايين نصور منها كده خفنا لا يتبلوا، ما كان مبلينا الدنيا مرمطتهم تراب، التراب هنا انت ما شاء الله. وهي جات لي تعال نفرجهم هنا يا امي عشان ما نبهدلهمش، ما كان مغسلنا الحاجات وكده مرمطتهم هنا الطرحه بتاعتها وهي. المهم اللي انا عايزه اقول لك تحمد ربنا وما تقوليش وما تبصيش لحد، والناس اللي بتحبطنا دول انا مش عارفه يعني. طبعا ملأ داليا مرمطت امي دي للجلابيه وهي لسه جديده، طبعا ما كش جعب حد، والناس اللي بتحبطنا ديتي يلا الحمد لله احنا راضيين برضك بنصيبنا والحمد لله. الناس اللي بتقول ما بيكفيش، والله العظيم بيكفوا ويفيد يعني، الفلوس اللي بقول لكم عليها بتكفي وتفيد والله العظيم يعني. انا كده اوريكم الفلوس اللي كانت فايده معايا، لسه فايده معايا، انا خدت ال 200 جنيه دول ورحت جبت باقي الحاجات دي، بص هتكفيني الشاور والحاجات كلها دي، هتكفي اسبوع، والصابون وكل الحاجات دي. طبعا انا جبت فاصوليا وسبانخ وجبت بطاطس كمان بردك، البطاطس الرفيعه دي كانت بطاطس رفيعه وبيعبيها بردك فرز كده جايباها ب10 جنيه. طبعا الحاجات على فكره رخصت يا جماعه شويه يعني، البطاطس في الحلوه كمان ب15 ورفيعه دي ب10، انا كنت شايفاها كده، مش عارفه بقى ان انا كنت متاخر مش عارفه ولا هي كده الله اعلم بقى، بس الحاجات تقريبا انا حاسه ان الحاجات ايه رخصت يعني، حاسه ان الحاجات ايه يعني رخصت. والحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.